رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي في مؤتمر صحفي في الموصل يؤكد أن لا عودة لعناصر داعش الإرهابي إلى المحافظة. نريد ننطي رسالة مفتوحة أنه نحن على العهد باقون، لا عودة لداعش، لا عودة للناس اللي خرجوا عن القانون. تبقى المحافظة آمنة، وإن وجدت هنا وهناك فقاعة أو فقاعات فنطلب أن لا يكون هناك قلل يعني قلق أو أي خلل لدى الشعور الداخلي للمواطن. الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد طفرة نوعية في كيفية تدليل هذه المشكلة، وهي فعلا المشكلة مثل ما ذكرت أنت، ولكن إن شاء الله مشخصة، والحالة إذا شخصت سهل العلاج. الموضوع الآخر هذا اللي يحدث هنا وهناك أعتقد ما راح يأثر على استقرار الوضع الأمني، وما راح يأثر على خطط الدولة، فتبقى الدولة جادة في عملية بسط الأمن وفي عملية البناء، وإن شاء الله اللي راح أشوفه هو الأفضل.